العراق في دقيقة، أهلا بكم. أكد محافظ الأنبار الأسبق صهيب الراوي أن المقطع المسرب الذي انتشر قبل أيام ونشرته إحدى المرشحات خلال اتصال هاتفي هو غير أخلاقي، مضيفا أنه يندرج في خانة التسقيط السياسي. أكد نائب محمد صيهود أن ملف رئاسة مجلس النواب سيتم حسمه خلال جلسات البرلمان المقبلة، مضيفا أن مجلس النواب والكتل السياسية هما من سيقرران ويختاران رئيس البرلمان الجديد. شدد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني على ضرورة إعادة النهوض بالعلاقات الثنائية المشتركة بين العراق وإسبانيا. وصفت قيادة شرطة كركوك عملية اغتيال شرطي وسط السوق الشعبية بالمحافظة بالعمل الإرهابي، مؤكدة ملاحقتها للمنفذين حتى القبض عليهما. في الختام، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.